اطلع يا مهمل. ايش بلا هذا وضع؟ لانه اول مره والله راح. لا والله صدق. مهمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد وحلقة جديدة من لعبة جولة تراك سيميليتر. اليوم معانا الوحش المضطرب المرسيدس اكتروس 2019. هذا الاكتروس غير عن الاكتروس كلها، لان ما فيها مراية زي ما تشوفون، مراية حقها تجي كذا ما ادري كيف. المهم احضرونا على القطعة يا شباب، فان شاء الله راجعين لكم بقوة باذن الله في رحلات جديدة وسفرات جديدة باذن الله في يورا تراك سيميليتر. والحين خليكم على المقطع، لا تنسوا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على النبي محمد، ويلا بسم الله توكلنا على الله. بسم الله شغل يا مدير، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين خل الشاحنة فيها بعد العطلات، خلنا نروح نصلحها ان شاء الله، ناخذ لنا حمولة ان شاء الله نوديها مكان. بسم الله توكلنا على الله. ما شاء الله الموستنج، ما شاء الله الموستنج. انا اللي ما يعرفني يا شباب، انا من عشاق الموستنج، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الموستنج من اروع السيارات الامريكيه ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شرير معروف المرسيدس في الخطوط ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الصيانة ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله طلعناها من ورشة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الجمال، شوف ول ما شاء الله. بسم الله خليني اروح اخذ تريلر احطه على السيارة. ان شاء الله نروح ناخذ الحمولة. بسم الله بسم الله بسم الله عليك وبسم الله. رجعنا لكم جديد، هذا التريلر شلناها عشان نشوف الحمولات الثقيلة، نبي الثقيلة هذا. الحمد لله نبي نجرب عزم الموتر في الثقل. بسم الله تبارك الرحمن. لا تنسوا الاشتراك وفعلوا جرس التنبيه، لان ان شاء الله بيجيكم رحلات يحبون تحبوا يحبها قلبكم. بسم الله شوف الشركة القريبة اللي عندنا. اعذروني اليوم ما في لا يلا ما في كاميرا حق الدكسون، الستاند عندي خربان، فان شاء الله عوضكم المقطع الجاي ان شاء الله. لازم نشتري ستاند وان شاء الله تشوفون. لا الرحلة اللي كانت قبل كان عندي رحلة لل رحلة المدينة، لكن كان في مشكلة في برومود نفسه، فما أدري إيش اللي حاصل، لكن هذا الله يعوضنا بالخير. إلى الآن فيها مشاكل. ما شاء الله فرامل أشوفه، ما شاء الله فرامل الوحش. روح روح. الشركة لازم دخلة الأسد ما شاء الله. شوف عندهم حمولة هذولي، وبسم الله ما شاء الله. هذا الحين ركبنا هذا يقولوا 47 طن، ما شاء الله يعني ثقيلة دي، لكن إن شاء الله المرات الجاي في واحد أقوى، بس السفر طويل. بسم الله توكلنا على الله. لينا الحين 558 كيلو، 580 كيلو، 3 ساعات ان شاء الله نكون نوصل ان شاء الله.
كان انتوا عندكم بتكون يعني دقيقتين ولا 3 دقائق وبكم تشوفونه. يلا بعدين. بسم الله. الاتجاه نحو اليسار. عندنا جوجل مابس عربي. على بعد 200 متر الاتجاه نحو اليمين. الاتجاه نحو اليمين ثم الاتجاه نحو اليمين. يلا يلا يا ولد اطلع اطلع يا مهمل. ايش بلا هذا وقف كذا؟ ما في ساعة. بسم الله. الاتجاه نحو اليمين. عيال اذا كان في تقطعات في المقطع يعني اقطع المقطع انزلها في اليوتيوب، لكن ان شاء الله المره الجايه نضبط الاوضاع ان شاء الله، لان في كان قاطعين لكم يعني لي فتره يعني فاعذروني. بسم الله ما شاء الله. الاكتروس جديده هذه، نشوف الداخلي حقها ما شاء الله انيق جميل. يعني عندنا زي ما تشوفون الشاشات هذه الجميلة ما شاء الله. شوف ما شاء الله قصة الدوران على 50 ما شاء الله. ما شاء الله وحش ما شاء الله. الاتجاه نحو اليمين قليلا ثم الاتجاه نحو المخرج الى اليمين. الاتجاه نحو المخرج الى اليمين. عبود ما شاء الله اتوقع التحديث هذا ما فيها حق الصوت النفضي. الاستمرار على اليسار عند مفترق الطرق. الاتجاه نحو اليمين قليلا ثم الاتجاه نحو اليمين. ما شاء الله جوجل مابس هذه شغالة 100% ما شاء الله. الاتجاه نحو اليمين. بدينا من جديد. الحين هذا كيف راح؟ مستحيل مستحيل اروح. طيب الحق. لا هذا بيضربني الحين. يا الله. الحين هذا كيف؟ يلا بسم الله. احنا شحن الواب يروح ولا كيف؟ تم استئناف التنقل. ايه يلا لان اول مرة والله راح. لا والله صدم. مهمل. مهمل السائق ذا ما تشوفه مقفل يروح. لا حول ولا قوة الا بالله. والله المرات هذه نفس الشارع ذا هم مقفلين الطريق. اي جوجل ذا يروح يرجعك نفس المكان. هذه مصيبة جوجل. جوجل يعني بعض المرات فيها مشاكل يعني الله المستعان.
الاتجاه نحو اليسار قليلا، ثم الاتجاه نحو اليسار. الاتجاه نحو اليسار. ما شاء الله، فرامل. بسم الله. الاتجاه نحو اليسار قليلا، ثم الاتجاه نحو اليسار. الاتجاه نحو اليسار. الاتجاه نحو اليسار. والله بغيت اقطع، بس شوف في ناس واجد يعني، والله انا اقطع الاشاره يعني، حيوقف الشرس شيء ان شاء الله. الاستمرار على اليسار عند مفترق الطرق. تم استئناف التنقل. كيف اطلع؟ مهمل. الاستمرار على اليسار عند مفترق الطرق. تم استئناف التنقل. ماذا بعد مع الهليكوبتر؟ وإلى هنا وصلنا إلى نهاية المقطع. بارك الله فيكم، وصلى الله مساكم.